الفنان تامر فرج برحب بيكي النهارده. اهلا بيكي وميرسي ليكي ولحضوركم. ومدام رانيا برحب بيكي. اهلا بيكي. انت قلب طبعا الدنيا بالحلواني، بشخصيه الحلواني، ردود الافعال كانت ايه وكلمني عن ده؟ الحمد لله، يعني ردود الافعال كانت اكتر مما انا كنت متوقع، وانا كنت متوقع النجاح، كنت متوقع الناس هتحب بكير الحلواني، بس حبوه قوي كده لدرجه ان يبقى جان كمان وليه معجبات وبتاع، انا ما كناش متوقعين ده بصراحه. كتير جدا. قولي لي انت شكلك بتعاني من الموضوع ده، ايه اللي حصل؟ يعني المواقف. لا 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 لا، المعجبات حلوين ولطاف وكل حاجه، يعني وانا بقول لهم، يعني ببعت لهم في الكومنت تقول بكير الحلواني تبقى صاحبتي، يعني بحبها على طول، لكن تقول تامر فرج لا. هنا بقى يبقى في كلام لما يبتدي الغزل بقى التامر. لا هنا بفي كلام، لكن طلب كير الحلواني تمام. يعني بحبه جدا. بكير الحلواني تحبه عادي جدا. مدير جميل وكل الناس عايزه تشتغل عنده، انا عايزه اشتغل عنده. كان ليك تصريح قلت ان انت اتجوزت 4 مرات، ده حقيقي ولا دي اشاعه؟ لا 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 مش حقيقي، انا اتجوزت 6 مرات. طب وانت عادي كده؟ انا نمره 6. بس الاخيره دي 6 الستات بقى بسميها. بيميزها عن اي زوجه تانيه؟ بص اللي بيميزها ان هي، يعني لما باجي بوصفها بقى بكلمه واحده بقول رانيا هي السند، ودي حاجه مش موجوده كتيره للاسف في الزوجات بالنهارده. لازم نخلي بالنا من الحكايه دي، ان الست لازم تحسس جوزها ان هي السند، وجوزها لازم يحسسها ان هو شايلها فوق دماغه. وفيها كتير جدا من والدتي، نفس التربية اللي عارفة يعني ايه بيت، يعني ايه أسرة، يعني ايه ست، يعني ايه راجل، وفي نفس الوقت يعني ايه يبقى ليها شخصية مستقلة. مش معنى ان الست ست بيت انها تبقى مقهورة ابدا، وده اللي يعني حبيته فيها بصراحة. في حاجة ليك في رمضان يا تامر؟ ان شاء الله مسلسل قمر هادي مع الفنان هاني سلامة، هيبقى ان شاء الله شخصية جديدة هفاجئكم بيها. انت متوقعه ايه في المسلسل؟ لا ان شاء الله نجاح، نجاح مبهر، لانه مختلف تماما عن اللي عمله قبل كده.